اتولدت في قرية طمي الظهيرة محافظة الدقهلية، وجت على القاهرة عشان تشق طريق الطرب والفن أيام الملك فؤاد، واستمرت رحلتها الفنية لغاية عهد السادات. حفلاتها لما كانت بتشتغل في كل بيوت وقهاوي مصر والوطن العربي كان ممنوع الكلام سمعهص عشان نقدر إننا نسمع الست بمزاج، قصايد بالفصحى، أغاني بالعامية، رومانسية وهجر ومدح وعتاب وسياسة، كل الألوان غنتها وفي كل الألوان الناس حبتها. ومن كتر ما الناس أدمنت صوتها اتهمها المثقفين إنها مخدرات الشعب وإنها سبب من أسباب نكسة 67. هي أي نعم مطربة، لكن كان عادي جدا لما تشوف رئيس البلد بنفسه يستقبلها استقبال أسطوري من المطار، وعادي برضو لما تشوف رئيس بلد تانية بيهديها عقد من الألماز واللؤلؤ. النهاردة معانا كوكب الشرق، أم كلثوم. أصبح عندي الآن بندقية، إلى فلسطين خذوني معكم. الملك فؤاد حضر مؤتمر الموسيقى العربية الأول سنة 1932، وأم كلثوم كانت موجودة. راحت مغنية قصيدة حافظ الهوى، وقالت فيها: أفديه إن حافظ الهوى أو ضيعه، ملك الفؤاد فما عسى أن أصنع. وطبعا الملك فؤاد سمع الكلمتين دول واستكان يسمنها على الآخر، ودي كانت بداية تقرب الست للقصر الملكي. زادت علاقتها طبعا بالقصر أيام الملك فاروق، وبالذات في حفلة عيد ميلاد الملك في 11 فبراير سنة 1937. بس المرة دي الست زودتها على الآخر، أم كلثوم غنت 14 أغنية في الحفلة كلهم فيهم اسم الملك فاروق، لدرجة أن مجموعة الأغاني دي اتسمت بعد كده بالفاروقيات. وبعدها بكام سنة، وتحديدا سنة 1944، كانت أم كلثوم بتغني في حفلة النادي الأهلي بمناسبة عيد الفطر، وهوب دخل الملك فاروق الحفلة وهي بتغني يا ليلة العيد أنستينا. فأم كلثوم على طول وبسرعة كده على الهوا ارتجلت وغيرت كلمات الأغنية عشان تكسب بونت تاني عند الملك فاروق، ما هي بقت فاهمة القصة، النحنحة بتعجبهم قوي وبتجيب معاهم. الكلمات كانت بتقول: يا نيلنا ميتك سكر وزرعك في الغيطان نور، تعيش يا نيل وتتهنى ونحييلك ليالي العيد. أم كلثوم بقى في لحظتها شقلبت الكلمات وشالت النيل وحطت فاروق، وبقى الكلام بيقول ايه: يعيش فاروق ويتهنى ونحييله ليالي العيد. فاروق مش بس استقان ياسمينها، لا ده جه في نهايه الحفله واداها وسام الكمال تقديرا لفنها الرفيع. سيداتي سادتي، لقد ذكرنا لحضراتكم أن حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المحبوب قد شرف الحفلة في الوصلة الثانية لكوكب الشرق الآنسة أم كلثوم. وبعد أن انتهت الآنسة أم كلثوم من الغناء، تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فأنعم عليها بوسام الكمال، وذلك تقديرا لفنها الرفيع. عاوز أقول لكم كمان أن الأغنية دي أصلا أم كلثوم غنتها لمدح هارون الرشيد ووزيره جعفر البرمكي. لا طبعا استنوا بس عشان تكونوا فاهمين، هي ما كانتش أيام هارون ولا غيره، الكلام ده كان في فيلم دنانير، وكانت كلمات الحتة دي تحديدا هي اللي بتقول: يا دجلة ميتك عنبر وزرعك في الغيطان نور، يعيش هارون يعيش جعفر ونحيلهم ليالي العيد. مرة هارون مرة جعفر مرة فاروق، عادي. وعلى رأي الفنانة يسرى أهو كده ينفع وكده برضو ينفع.
كلثوم كانت مقربة جدا من القصر الملكي، ده طبعا وقت الملك فاروق، لدرجة ان شريف باشا صبري خال الملك فاروق كان عاوز يتجوزها، والجوازة وقفت لما الملك فاروق والأسرة الملكة كلهم اعترضوا، قالوا له نصا كده احنا نسمعها ماشي، نتمزج منها ماشي، لكن تتجوزها لا. لكن أم كلثوم بذكائها فضلت علاقتها ممتازة بالقصر الملكي. المطب الكبير حصل لأم كلثوم وقت ما قامت ثورة يوليو، وأم كلثوم كانت هتنتهي لأن كان من ضمن قرارات الضباط الأشرار وقف إذاعة كل أغاني أم كلثوم. مش بس كده، دول كمان قرروا عزلها من منصب نقيب الموسيقيين. قامت قلبة الترابيزة عشان عارفة أن وراها جمهور تقيل قوي، وقالت أنها هتعتزل الغنى خالص، ويجيبوا بقى حمائي هو اللي يغني لكم أغاني جديدة عشان الثورة. راح مصطفى أمين الصحفي المعروف وصل الحكاية لجمال عبد الناصر. راح جمال عبد الناصر خد في إيده شوية من الضباط الأحرار وزاروا سومة وطيبوا خاطرها وأقنعوها أنها ترجع في كلامها وتكمل غنى، بس تضبط الأداء شويتين، وانت كبيرة وعارفة أصول الشغلانة كويس قوي. والحقيقة أم كلثوم ما كدبتش خبر، والجاي بقى أبقى من المخلوع. اشتغلت على طول وقالت مثلا بعد الصبر مطال نهض الشرق وقال حققنا الأمال برياستك يا جمال، وغنت كمان يا جمال يا مثال الوطنية أجمل أعيادنا المصرية برياستك للجمهورية. يا جمال يا مثال الوطنية، يا جمال يا مثال الوطنية، يا جمال يا مثال الوطنية. أم كلثوم فضلت تدندن وتغني لعبد الناصر والثورة حوالي 15 سنة، وطبعاً كان ليها شنة ورنة وعلاقات مع الضباط الكبار قوي، لدرجة إنها لما زعلت شويتين من عبد الحليم اتمنع العندليب من الغنى في حفلات الثورة لمدة 3 سنين، واتمنعت إذاعة أغانيه من الراديو، لغاية لما تصادف إنهم كانوا موجودين في حفلة خطوبة بنت السادات، فراح عبد الحليم وصالح الست وباس إيديها، فقالت له أنت عقلت ولا لسه؟ أم كلثوم من كتر ما كانت واصلة قوي في وقت عبد الناصر، لما حصلت النكسة سنة 67 في كتاب ومثقفين اتهموها إنها من أسباب النكسة، لأنها كانت بتخدر الناس بأغانيها، والشاعر الإسلامي يوسف العظم كتب قصيدة عنها بعنوان خدرتيهم يا كوكب الشرق. الشاعر اليساري نجيب سرور قال نفس المعنى في مقال هاجم فيه أم كلثوم بعد النكسة. ولما مات عبد الناصر أم كلثوم زعلت جدا وقررت أنها تعتزل الغنى، لغاية لما كلمتها السيدة تحية قازم أرملة عبد الناصر وقالت لها إحنا خسرنا عبد الناصر ومش عاوزين نخسرك أنت كمان، وأقنعتها أنها ترجع تاني للفن وللطرب. وعلى العكس جيهان السادات كانت علاقتها بأم كلثوم مش تمام، وتقال أن بداية الشد ده أن أم كلثوم كانت بتدي السادات وبتقول له أبو الأنوار، فجيهان ما عجبهاش، أبو الأنوار إيه اللي أنت بتقوليها دي؟ وقالت لها اسمه سيادة الرئيس. بس جيهان السادات بعد كده نفت القصة دي ونفت أن كان في أي خلاف أصلاً أو تنافس بينها وبين أم كلثوم. في لبس موجود في أذهان العامة أن هناك أمر ما بينك وبين أم ست أم كلثوم. على العكس خالص، يعني دي حاجة فبركوها علشان يعملوا وقيعة، وطبعاً هي كانت بتضحك وأنا بضحك. يعني أنا فاكرة في آخر أيامها لما كانت مريضة، فكنت أروح لها وكانت تعبانة كده قبل ما تخش المستشفى. في بيني وبينها حاجة، أولا هي ست ذكية عمرها ما غلطت، كنت بشوفها عند سيد مرعي في الغدوات ست، وكانت تحب أنور السادات جدا، يعني بالعكس ما كانش فيه يقول لك قالت له أبو الأنوار، ما حصلش، لم يحدث. ده دي أنا أصبحت أشبه بالثوابت. غريبة. عموما هي أم كلثوم ما عمرتش كتير مع السادات، أغانيها كانت قليلة في السبعينات وأيامها كمان كانت قليلة، وتوفت سنة 1975 وعمرها وقتها كان يعني هو في خلاف الحقيقة في قصة عمرها، يعني في خلاف في حوالي 10 سنين، لأن في روايات مختلفة عن تاريخ ميلادها الحقيقي، اللي الحقيقة مش ماشي بشكل مظبوط مع اللي مكتوب في الورق. هل هي اتولدت سنة 1898 ولا سنة 1908؟ بصيت حتى في جواز سفرها
لقيت عاملة إنها مواليد 1908. أنا عارف إنها مواليد 98 مش 8، ويعني كانت ضربة 10 سنين فرق كده في جواز السفر، وده أمر طبيعي بيعملوه الفنانات وغير الفنانات. النسوة دائما يعني يكن حريصات على تصغير أعمارهن. لكن أنا أظن هي لما ماتت سنة 75 كان عندها 77 سنة. دي كانت حكايتنا النهاردة مع كوكب الشرق أم كلثوم. لسه عندنا حواديت كتير والكواليس ما بتخلص، كواليسنا كلها بين الفن والسياسة. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.